السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع المقطع ده وأنا يعني أقول لك بعد انتهاء المقطع أنا عايز أسألك سؤال. الرجل ده محمد شمس الدين كيف يترك؟ والذي يسمع لمحمد بن شمس الدين كيف يقبل أنه يسمع من هذا الرجل التكفيري؟ استمع حينما سئل هل تاب الإمام النووي أم لا. استمع. من طلاب حضرتكم أنهم يقولون بكفر الإمام النووي من باب أنه يستنكر حديث اليهودي الذي ذكر صادق الرحمن، هل يصح القول بكفر النووي؟ أما كفر النووي هو تابع لمسألة تكفير الأشعرية، ما هو منهم إذا كان الكفار فهو تنزل عليه أحكامهم، لكن قد يعامل بمعاملة خاصة، ينظر هل هو جاهل، هل هو لا يفهم، هل هو كذا. هذه مسألة يعني ركز في بيقول أولا النووي تابع للأشعرية، إذا كان الأشعرة كفار فهو كافر، لكن ممكن لا يكون كافر، ممكن يكون جاهل خلاص او انسان عارف كأن النووي ده ما يعني الاصل لو الأشاعرة كفار هو كافر زيهم خلاص كافر انتبه، لكن ممكن ننظر لإقامة الحجة لو هو جاهل. النووي شارح ابو زكريا الذي شرح مسلم خلاص احاديث الامام مسلم خلاص، ان محمد شمس الدين ده لو يعني لا نعرف له شيخ، تخيل هذا التافه يكفره ويمنعه من التكفير لو هو جاهل. ده النووي بالله عليك أنا عايز أعرف، تخيل في هذا الزمان يقول هذا، في زمن فيه العلماء كالشيخ العباد خلاص والشيخ الفوزان وعلماء يعني أقول لك لن يتكلم أحد بكلام هذا التافه ويكفر الإمام النووي ويقول من الممكن خلاص أن ألا يكفر لأنه جاهل أو ما شابه ذلك. طب ده عقل يقول هذا الكلام؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني يعني أقول إلى متى نسكت على هذا الرجل التكفيري الذي يريد أن يهدم أصول الإسلام فيأتي قال هؤلاء الذين لهم شروحات خلاص انكر القول كما يصنع العلماء، انكر القول وينظر إلى القائل، لكن هذا لأنه تكفيري ليس عنده مطلق ومعين وما شابه ذلك، لكن هذا الرجل كما قلت هو تكفيري وعقيدته فيها خلط، بل وصل الأمر أنه وسينتهي الأمر بأن هذا الرجل سيكفر كل من يقف أمامه، فأسأل الله عز وجل أن يهديه ويرده إلى الحق ردا جميلا.